يا رب أنا بشكرك لأنك صالح. يا رب أنا بصلي لك علشان العالم بقى مليان بالشر، والشهوات دي حاجة صعبة قوي علينا. يا رب من فضلك بارك اليوم بكرة، يا رب خليني ألحق أعمل كل حاجة. يا رب أنا بشكرك قوي على محبتك العظيمة دي، بشكرك أنك امبارح طلعتني من حادثة بإصابات بسيطة. يا رب صعب بشكرك علشان امتحان النهاردة والنتيجة الحلوة اللي أنا حققتها فيه. وبشكرك لأنك رعية. رعية؟ الرب راعي وهواكي. ايه ده ايه ده؟ أنا صوتي وحش قوي في الترنيمة دي. يا إلهنا الصالح شكراً لي. ايه ده؟ أنا صوتي حلو قوي في الترنيمة دي. يا ترى أنا صوتي حلو في ايه كمان؟ ايه كمان؟ الشرقي ولا الغربي؟ أنا عايز أعيش ليك وهدفي إن أنا أرضيك. إيه ده؟ حلوة. ورق وقلم بسرعة. حاضر. أنا عايز أعيش ليك وهدفي إني أرضيك. إيه ده؟ أنا لازم أقولها في كل فترات ترنيمة هلعقدها. يا رب خليني ألحق أروح الكنيسة بالليل، وعزومة أهلي قبل الكنيسة، والجامعة، وكمان البنك. أنا لازم أصحى بدري عشان البنك. عايزة أبقى في البنك 10، يعني لازم أصحى 8:30. أنا لازم أظبط الموبايل قبل ما أنسى. ياه، أنا نفسي أخف بسرعة. صحيح أنا عندي كشف بكرة مع الدكتور سالم. الدكتور سالم، ياه، هو الدكتور سالم ده بيكسب كام؟ ده بياخد 200 جنيه في الكشف، يعني لو عمل 10 كشوفات هيطلع له في اليوم بتاع 2000 جنيه، يعني في الشهر 60,000 جنيه. بس أنا تعبان قوي. أنا نعسان قوي، أنا هموت من النعس. يا رب. ده المفروض على كده يدوني صلوات كتيرة قوي في الكورال. أنا تأملاتي على طول جميلة وسط الترانيم، ممكن أقولها في صورة تأمل أو وعظة. طب أنا هلبس إيه بكرة؟ هلبس أحمر ولا أسود ولا أبيض ولا أصفر ولا أخضر؟ اللي هيليق عالكنيسة والعزومة والجامعة والبنك. أزرق، أنا هلبس أزرق.